تعليقات كلها يقولون لا تسوي لا تسوي، لا بستفيد بخالي وين؟ كتبت له خال قاعد، العلم فيك شيء. كله تبي التهاوش، انت كله تبي التهاوش، شنو فيك شيء؟ العلم ما فيني شيء. ابي اسوي بيت طماط وما ادري شلون. تخابر ذي الايام ولك واحد ثاني انا في البيت، شلون اسوي بيت طماط؟ خالد تدري انك دمرت عندي شعور الفزعه؟ الساعه 2:30 في الليل تقول لي شلون اسوي بيت طماط؟ الحين ما عاد فيني شعور فزعه، خلاص انتهى، انت دمرته. بعدين خالد انصحك لا تاكل بيض طماط الحين، والله تاكل بيض طماط الحزه هذه وتنام يلحقك ثعلب في الحلم، والله مو زين لك. الطريقه اجيب مقله من بين المقالي، اي مقله ترتاح لها نفسيا تحس انه نظيف، حطها قطع لك شو اسمه طماط، قطع طماط وجيب لك صورت له البيض، قلت له اي واحده فيهم تصلح خلينا نشوف. انا من الصوره خفت على السكين، ايش في السكين محاصرها الطماط؟ قياسك انت هذا اللي تحت، اللي تحت مو مشجره الثانيه اللي جنبها تحت الكبيره هذيك، ذخرها اذا جاء عندكم خروف قطعها. يقطع لي خالي، يقصد هذه ابشر يا خال. والله يا خال ما عجبه شيء، قال قطعها، قطعتها اربع دزيت له، قطعتها يا خال وبعدين اسمع تسجيله ما الله يهديك، هذا تقطيع ورثه، بتوزع الورثه انت، قطع صغار. استغفر الله، كل قطع صغار صغار، قطعتك انا من الشباب اللي ما يعرفون الطبخ ابدا ابدا ابدا، وهذا خطا لازم اني اتعلم، والفتره هذه انا وحداني في البيت، وبيت من غير ماله ما تطبخك ما يسوى. واسال خالي قزرها علي، اسمعني يقول لي خالد انت ما صورت الطماط، انا احس انك بتسوي تقوس مو 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 بيض. خالد اختصر على نفسك، حط بيض وصب عليه كاتشب. ليش؟ كاتب لي انا اخلص بسك ضغط وعقب شو يصير؟ حط زيت زيتون وخلي لين يحتر شوي، حط الطماط شرايح عاد اضعاف وخلي يلين شوي، وحط البيض خله على نار هاديه، بعضها رشه الشيف عرفت الملح، تفنن وسواء حلوه ولا ما هي حلوه حتى تاكل يعني. بالعافيه عليك ان شاء الله. صورت حق الخال فيديو عشان اعرف الخطوات، قلت له انا حسمت البيض. خال انا كذا حسمت البيض، حسمت الطماط، بس ما هو النار طافيه علي عليها صح خال؟ ايوه الحين حسمتها ولا ما انحسمت؟ ولا انطر عليها شوي؟ حسمتها عطني بلوك ولا عاد تجيني بالعزبة. استغفر الله. ولا عاد اشوفك. والله انت اللي حسمت الوضع وحسمت كبدي وحسمت. يا اخي صدره ضيق. وانا صادق اقول له حسمت البيض، حسمت الطماط، قال احسمه. ايش في عفو؟ ما يقدر. انت حسمت كبدي. وبعدين ما قال لي الخطة شنو؟ يا خال الله يرضى لي عليك، اخلص لا تخرب الطبخه. بعد ما حسمها واخلص الطماط الخطوه اللي بعدها شنو؟ اخلص هذا انت اون لاين. هو قال انطر شوي الحين اقطع اصب البيض صح؟ اصب البيض هاي اعتقد اصب البيض. نسيت وين راح، نسيت وين راح. اخلص ساعة عشان يرد. نخرب عليك كل شيء. بعدين والله يبيض وجهه رد علي زين. مو حسمها، ما في شيء اسمه في الدنيا اسمه في مقلة حسم. الحسم في الأمور، الحسم في
القرارات صح. ما يصير يا حجي انت غيرت مفهوم اخلص الطبخه زين يا ولد، احمد شوي وكب البيض احمد، ولا نشف البيض اكله وبدون خبز بعد، وصب العاضر بالمقله. ولا خالد انت راعي نادي، اكله هني، اكسر البيض وخلطه بقلاص، حط مطنيه وشربها عادي. شرها على الياسمين. عينه بالطبخة الخال، الخال عينه بالطبخة، يقول احمسها وسوها لج طماط لازم، طماط لازم. شلون يقول بيسيح الطماط؟ ما صح، المفروض اني ما حركه صح؟ عشان يطلع كامل دائري كامل صح؟ ولا استفدت من الخال ولا شيء، والله العظيم ما استفدت منه ولا شيء، قسم بالله ما استفدت منه ولا شيء. حركه ولا ما حركه؟ ايش دازلي هو؟ بروتين بروتين بروتين. تطنس كل شيء تطنس. ولك الدواجن كلها غضبان عليك. خالد تدري كرهتني بالبيض، كرهتني بالبيض. يا حبيبي خلص علي. بالمقلاب وكرهت كل شيء. كرتون البيض صار. الملح 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 الملح. 340 فلس. يا عمي يا خال روح زين. يرش ولا ما يرش؟ ملح هذا اي ملح. بعد يرش ولا لا؟ بعدين يتحرك ولا لا؟ يا عمي انت خلص الطبخة وكليت ولا بالطوالي انت؟ وينك غطيت؟ يا خال وين هذا؟ خال ابو مهدي انت وهكتني. انا احرك البيض شوف السناب انا حركه ولا ما حركه؟ اشوفه ثبت البيض ما ادري شلون صار شكله. حسبي الله على ابليسك والله انك خربت كل شيء. اعتقد انه يتحرك ولا شلون ينقلب صح؟ هذا مو بيضة تحرك صح؟ لا واضح انه غلط، واضح انه صار غلط. شلون رجعها؟ قال الله انه راح ينوكل وراح تضل. شوف بغبغتها يا لبيه تقدر شطة اجيب لك جبنة بعد سوي لي صمونتين احلى منها ماكو. حطيتها بالتوست. انا لو بعتمد على خالي اقسم بالله ما ينفع باي شيء، كل شيء بيضغط بس يضغط. الدجاج لو يدرون انك بتسوي بيض كان ما جابوا بيض. يا اخي علمني ولا استريح انا اوريك. كل شيء يضغط، مرة مدين المستشفى يضغطني، مدين المستشفى، أنا يعني طايح تعبان يضغطني. حط الحين معاها شطة واستريح، واستريح، استريح. وين هذي؟ وين حط هذي؟ انطريني شوي، خليني أسكرها. نسيت ما حط الشطة، وخربت، ما حطيت شطة. جايب العدة هذي، شطة البطاط لاني اخاف اخورها. يا سلام حلوه والله، استغفر الله. الله طبختك شوقتني ما شاء الله ما شاء الله. شعب مرجانيه هذا مو بيض، اللي سويته انت جريمه بحق البيض والبشريه.